الكل يعرف بأنه تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية جاء بعد دستور 2011، وكان عرفوا بأن في الفطر الفصل 5 من الدستور كان نص على أنه اللغة العربية واللغة الأمازيغية هي اللغات الرسمية للدولة، وأنه سيأتي قانون تنظيمي بهدف تحديد الطابع الرسمي وكيفية تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة. من طبيعة الحال في 2019 تم وضع هذا القانون التنظيمي اللي هو القانون التنظيمي 1626 اللي حدد فيه المشرع طريقة إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة والخطوات اللي مفروض أن تقوم بها السلطة العامة لإدماج هذه اللغة في الحياة العامة. أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة عملت على وضع تصور حول طريقة إدماج هذه اللغة في الحياة العامة، ومن بين هاد سميتو في الإدماج كاين مسألة وزارة العدل، وفي هذا الإطار كان وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغي باعتبار أنه هو اللي عنده الإمكانيات أنه يوجد مكونين ويوجد الأرضية للإدماج. طبعا كان هناك اتفاق أو ما بين وزارة العدل ومعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للمساهمة في دعم أو مساعدة وزارة العدل أو الأطر دي وزارة العدل في طريقة إدماج هذه اللغة بالنسبة لوزارة العدل وبالنسبة للإجراءات المرتبطة بالتقاضي وكل ما له علاقة بالتقاضي بالنسبة للمغرب. من طبيعة الحال شرتي بأن هناك ملحق اللي ربما كان أبرم يوم الثلاثاء الماضي أظن 24 أو 25 ما بين وزير العدل ومدير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الحكومة. هذا يعني بأنه الحكومة الحالية ربما تسعى إلى تنزيل مخطط ديال الحكومة فيما يخص إدماج لهذه اللغة الأمازيغية في الحياة العامة. وسبق لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن أشار إلى وضع واحد الغلاف مالي بهدف مساعدة مختلف الإدارات ومختلف المؤسسات العمومية بإدماج هذه اللغة في الحياة العامة، على أساس أن يكون هناك الرفع من هذا الغلاف على مدار مثلا 2025 كنظن أو 2026. إذن الهدف من الاتفاق هو التنزيل ديال مقتضى المادة 30 من القانون التنظيمي 1626 اللي كيعطي مراحل أو كيفية إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة. وهذا القانون التنظيمي أشار مثلا إلى مجموعة من المجالات، ومن بين المجالات اللي أشار لها هو إدماج فيما يخص العدالة وفيما يخص التقاضي. وأشار الفصل 30 إلى أنه قد تكون هناك مخطط معين يمكن أنه يساعد فيها أو يمكن فيها بطبيعة الحال وزارة العدل اعتبر أنها مشرفة على القطاع على وضع الأرضية لهذا الإدماج، سواء بالنسبة للأطر وزارة العدل القضاة أو كتب الضبط أو حتى كذلك مساعد القضاء أو المتعامل مع القضاء بما فيهم المهن القضائية وعلى رأسها مهنة المحاماة والخبراء والمفوضين وغيرهم. إذن المسألة المطروحة الآن هو أنه من سيقوم بتكوين أولا أطر وزارة العدل لكي يتم إدماج اللغة الأمازيغية، مع العلم أن هذا القانون التنظيمي ينص على أن اللغة التي هذه اللغة ستكتب بتيفيناغ بحرف تيفيناغ. إذن الدور ديال معهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تمكين وزارة العدل من الإمكانيات لكي تقوم بتفعيل أو احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي، خاصة أن ما جاء في مقتضى المادة 30 أن القانون التنظيمي أعطى إمكانية 10 سنوات باش يدخل حيز التنفيذ. ومن بين الإشكاليات ربما الآن اللي ربما غتطرح الآن على مستوى العمل القضائي هو استعمال اللغة الأمازيغية في الإجراءات القضائية على مستوى الأبحاث، مثلا فيما يخص المادة الجنحية الأبحاث التي تنجزها مثلا الضابطة القضائية، على مستوى إجراءات التحقيق، على مستوى المحاكمة. إذن فالناطقون باللغة الأمازيغية أصبح بإمكانهم أن يستعملوا هذه اللغة اللي هي لغة رسمية طبقا لمقتضى المادة 50 من الدستور في إجراءات التقاضي. من طبيعة الحال هذه الإجراءات التقاضي ومع إدماج هذه اللغة ستطرح إشكالية التفاعل ما بين الناطقين بالأمازيغية وغير الناطقين بالأمازيغية، الشيء الذي يقتضي أن يكون هناك
تكون هناك ترجمة، مع العلم أن الفصل 30 نص على أن الترجمة تكون معفية من المصاريف، بمعنى أن توفير الإجراءات المتعلقة بالترجمة بالنسبة لأطر وزارة العدل. إذن الهدف من هذه الاتفاقية ولا ملحق الاتفاقية ومن طبيعة الحال هو مساعدة وزارة العدل من طرف معهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتبار أنه المؤسسة المعنية بالبحث في مجال الثقافة الأمازيغية، لكي تمكنهم من التنزيل في كل مسائل المتعلقة سواء بإجراء التقاضي أو المسائل المتعلقة بتوفير الولوجيات. نعرف بأنه حتى في القانون التنظيمي نص على أنه ينبغي أن تكتب ربما الأسماء والولوجيات والمسائل المتعلقة بالمحاكم باللغة الأمازيغية، بمعنى أنه تمكين المحاكم أو وزارة العدل من هذا الأطر اللي يمكن أنه تساعد الموظفي أو العنصر البشري داخل وزارة العدل في تفعيل الطبع الرسمي للغة الأمازيغية، وتمكين الناطقين باللغة الأمازيغية من إمكانية استعمالها أمام القضاء. انتقلنا من التعامل مع الأمازيغية كلهجات التي كانت بطبيعة الحال سائدة في الحياة العامة والتي كان يؤثر مسألة التقاضي بالنسبة لاستعمال اللسان مثلا أو الشخص الذي يستعمل لغة غير اللغة الرسمية للتقاضي، لأنه في خص قانون المغربة وتوحيد القضاء كان نص على أن اللغة الرسمية للتقاضي في المغرب أي ظاهرة أو مرسومة 1965 نص على أنه القانون الذي سميته أو اللغة الرسمية بالنسبة للتقاضي هي اللغة العربية، وبإمكان غير ناطقين باللغة العربية أن يستعينوا بالترجمة لتمكينهم من ترجمة سميته أقوالهم أو وثائقهم إلى اللغة العربية. على المستوى العملي بالرجوع للقانون المستلم الجنائي نجد أن المحكمة غالبا عندما يتعلق شخص معين يتكلم أو ناطق فقط بالأمازيغية دون أن يكون ملما أو ناطقا باللغة العربية غالبا ما تستعين بأحد الموظفين بالضبط أو أحد مساعد القضاء سميته أو بصفة خاصة السادة المحامون الناطقين بالأمازيغية ليقوم بعملية الترجمة. إذن فعلى المستوى القانون المصدر الجنائي سابقا أنه مسألة الترجمة من الأمازيغية إلى العربية كان غالبا ما يقوم بها واحد من سميتين من أسرة العدالة، سواء تعلق الأمر بمحامي أو تعلق الأمر بموظف موظفي المحكمة. إذن هذا هو ما كان جربي من العمل، ولكن الآن على مستوى التنزيل لمقتضيات الدستورية وعلى مستوى التنزيل الفصل 30 من قانون التنظيمي 16-26 الأكيد أن الأمور ستتغير، على اعتبار أنه لم نعد نتحدث عن لهجة أو على لغة غير رسمية، بل أصبحنا نتحدث على لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية، وبالتالي فهناك الأرضية الآن لإدماجها في الحياة العامة وفي المؤسسات العمومية وعلى رأسها القضاء. إذن فالمسألة لم تعد فقط مبنية بالترجمة بقدر ما تتعلق بوضع الأرضية الحقيقية لاستعمال الأمازيغية كلغة رسمية في إطار العدالة في المغرب.